قلت كمان نعمل كفته داوود باشا ونحمرها ونعمل صلصتها. طيب بدل ما اخليها لحمه صافيه هحط عليها ايه تاني؟ يعني هي اصلها بتبقى لحمه وبصل ويعني وملح وفلفل وكمون وبهارات بس. فقلت لا مش هسيبها كده، لازم اضيف لها اضافات. يبقى اللحمه اللي قد كده قد كده، مش عايزه اشتري كيلو بحاله يا عم، الكيلو غالي. نص كيلو، اشتري نص كيلو واشتري نص كيلو بطاطس، وهنعمل كفته داوود باشا بس بشكل كبير. فهتجيلي بس دلوقتي البطاطس دلوقتي، بعتنا نجيب من عند الحاج عند الجيران وهنعمل. وكمان اضيف لها بقسماط. البطاطس مش هنقشرها، هنقشرها مش هنغسلها عشان النشا اللي فيها يبقى معانا موجود، وشويه بقسماط ناعم على اللحمه المفرومه. الكميه اللي انت عايزاها كيلو نص كيلو، يعني انا بحط مثلا يعني اللي فكرت فيه دلوقتي ان النص كيلو ممكن يشيل معايا نص كيلو بطاطس، يعني بطاطسايه حلوه كده قد النص كيلو ومش هتبان خالص، بس حط لها شويه بابريكا عشان تديك اللون الحلو بتاع اللحمه، وحطي عليها كمان بقسماط ناعم اللي هو حوالي يعني تاخدي على النص كيلو نص كوبايه كمان من البقسماط الناعم، يبقى زودناها كمان. في حاجه الطف والطف، ان ممكن احط لها بيضه، ممكن احط لها بيضه تعجن بقى دي، اشوف هحتاجها ولا مش هحتاجها. شوف دي الحاج عنده، احطها هناك خالص، وشوف الحاج لو عنده بضايه هناخد بقى كده ايه بطاطسيه اهي جت لنا كمان متقشره. والله الجيران دول كانوا زار هيطبخوا ولا ايه، فجابوا لنا حته من عندهم. فهناخد بطاطستين عشان يبقوا حوالي يعني داخلين في النص كيلو. بصوا ما اتغسلت وهي من بره بس واخد النشا بتاعها. والبصلايه طبعا انا كنت عارف ان انا هطحن بصل بطاطس، فهحط عليها بصلايه وافرمهم مع بعض. اوكي، بطاطس وبصل فقط لا غير. انا هنا طحنت الايه بطاطسايه اهي مع البصلايه، بطاطستين مع بصلايه، نطحن كويس. بابريكا 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 بابريكا. طبعا فيها ميه، ميه من البطاطس، ميه من البصل. طب مش هرميه ولا هعصره، انا هاخده زي ما هو بس هحط له بقسماط ناعم يشرب كل الكلام ده. اربع معالق كبار اهم، ماشي. هحط بقى اللحمه دي، هتاخد حوالي نص كيلو لحمه عشان تاخد الكيلو ده كله. انا جايبه كيلو، قلت بقى يقضيني ايه يومين، ممكن اعمل لو هتطولي هناك تعملي الاكله تقضيك يومين او تعملي منها مرتين. ناخد بقى ايه نطحن ده كله كويس قوي. التوابل بقى ما حطيناهاش، حطينا مفرومه الاول. وهي تتفرم كده، خليها تتفرم. هناخد نعمل الصلصة، زيت وثوم وعصير طماطم. اسبك صلصة علشان اخدها معايا اتلجها، اخدها معايا وطبعا تخزينها دي كذا كيس جوا بعض. خلي بالكم تاخد شوية زيت هناخد بقى الثوم حمره. اللون طبعا ابيض. نروح حاطين بقى شويه بابريكا
بابريكا اللي هو مش كتير يعني، على ال مش كتير لونها عشان ده بلبل رومي، البابريكا بلبل رومي مطحون فبيبقى تقيل قوي، فلو كترتي الطعم بتاعه بيبان جدا يعني. فهو انا هحط هنا معلقه كبيره مش مليانه، معلقه كبيره مش مليانه، وهحط فلفل اسود معلقه صغيره كده، وهحط ملح، ماشي، وهحط قرفة وجنزبيل أو بهارات لحمة، يعني قرفة وجنزبيل معلقة صغننة ونص معلقة، معلقة صغيرة من المليانة من الجنزبيل ونص معلقة من القرفة، هنا الصلصة وعليها فلفل أسود وعليها الملح، دي اللي هثبتها عشان اخدها معايا. بس حلوه كده قوي كده، جميله جدا. حطيها في التلاجه بقى شويه. بص لحمه، لحمه طبعا حابه تلوني زياده عن كده حطي لون بقى، بس هو كده جميله ولا اي حاجه. احنا كورنا دي طبعا ما عملناش كل الكميه برضو، من النص كيلو ما شاء الله، في كميه دي تاني من نص كيلو لحمه، هتعملي حله محترمه جدا من كفته داوود باشا. تمام، زيت على النار اهو، هبدا ان انا احمرها، هاخدها معايا متحمره، يبقى انا وفرت خطوه اهو، وهاخد معايا الصلصه متسبكه. تمام كده زي الفل. كفته داوود باشا اللي هناخدها معانا متحمرة جاهزة، ننزلها على الصلصة. وطبعا زي نص كيلو عملناه كيلو لحمة بحاله، والجدع بقى يكتشف بقى. تمام، هنا بحمرت الكفتة حلوة قوي كده، وزي ما انتم شايفين حمريها حلوة قوي، يعني غمقيها وساعد بقى ما نيجي نقدمها. هم هروح عامله ايه، حاطه فاتحه كيس الصلصه على الكفته مع شويه ميه، او حطي ميه على الصلصه على النار مع شويه ميه يغلوا، ونزلي فيهم الايه الكفته، خلاص خلصت.